حين كانت الجزائر تخطو آخر الخطوات نحو الاستقلال، كانت فرنسا تواصل ممارسة هواية التقتيل والتنكيل. ولما كانت الحكومة المؤقتة تفاوض لتوقيع اتفاقية إيفيون، كان المستعمر يستمر في الإجرام. 17 أكتوبر، اليوم الأسود الذي رسمته شرطة باريس في حق المتظاهرين ضد قرار حظر التجوال التعسفي المعلن ضد الجزائريين بفرنسا دون غيرهم في 5 أكتوبر، واستجابة لدعوة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. هذه الوقائع حدثت والجزائريين والفرنسيين متقابلين في المفاوضات التي أوصلتنا إلى اتفاقية إيفيون. ليزيفمون دو 17 أكتوبر أنا روسي أوردر دو فار اون مانيفيستاسيون باسيفيك ومن بعد لي فرونسي اي نوز اتوندي افيك دي ماتراك افيك تو سكي بوفي هي نوز اون تاباسي. آلة القمع الفرنسية أسفرت في الثلاثاء الأسود عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين ومئات المفقودين في مظاهرات سلمية استعملت ضدها كل الطرق الوحشية، وتنوعت أساليب التقتيل بين الرمي بالرصاص والرمي في نهر السان لأبرياء عزل كانوا مكبلي الأيدي والأرجل. أمطروا ضربا ثم بعد ذلك جرحا وتقتيلا وغرقا في نهر السان، وكذلك بالنسبة لما ينساه الكثير هو 11,000 جزائري الذين رحلوا في تلك الظروف من فرنسا إلى الجزائر ورمي بالكثير منهم في البحر الأبيض المتوسط ولا نعرف حتى أسماءهم. فيه تصريح مسجل في مركز الشرطة أين انتقل موريس بابان و قال بالحرف الواحد طلب من الضباط الشرطة في حال مشاركتكم في هذه التظاهرة فسنضمن لكم نقدم لكم ضمانات وحصانات بعدم المتابعة القضائية. 17 أكتوبر كان القمع الأكثر عنفا الذي تمارسه دولة معاصرة ضد مظاهرات الشارع في تاريخ أوروبا الغربية، إلا أن ذاكرة فرنسا المفلسة ما تزال تنكر ما اقترفته وتخفي أرقاما رهيبة حول جريمة دولة ضد الإنسانية.